رحبت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والذي يتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين. كما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الشأن، وتطلعها إلى أن يسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.